المصطفى محمد عبد الله ولد مصطفى، عمري 17 سنة، أدرس في الثاني ثانوي. حفظت القرآن الكريم في مدرسة الثروتية بالجمعية الخيرية، فيه نوعا ما خوف قليلا، لكن إن شاء الله أني أحاول أني أسيطر على هذا الخوف. أنا واثق إن شاء الله أني راح أتأهل بإذن الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. بارك الله فيك شيخ مصطفى، ما شاء الله تبارك الله. قراءة ما شاء الله تبارك الله أسعدتني جدا، وأسعدني جدا أيضا حسن الأداء والهدوء. هناك لعلك لو تتدرب في المرات القادمة إن شاء الله على حسن والتدريب على طول النفس حتى تستطيع أن تقرأ قراءة أكثر قوة من هذه. وبالنسبة للملاحظات في التجويد، يعني الغنة أحيانا ما هي في الغالب طيبة يعني، لكن في بعض المواضع تحتاج إلى تنتبه لا تزيد عن القدر المعتدل يعني. بارك الله فيك. نسمع الشيخ عادل إذا كان هناك ملاحظات. الله يبارك فيك شيخ. تبي ما قال الشيخ، حاول تضبط النفس وما تخلي النغم يأثر على مقادير الغنن والمدود. الله يفتح عليك. أستاذ عبد الرحمن، أقول قراءة جميلة ما شاء الله، حقيقة أمتعتنا هذه القراءة ما شاء الله تبارك الله. وأيضا اختيار موضع جميل مع أداء أجمل ما شاء الله تبارك الله، وركز على تناسق بين النفس والوقف والابتداء. هذا ركز. يعني مراعاة الوقف والابتداء كانت جميلة عنده. لا يعني يحتاج إلى تدريب أكثر. تدريب أكثر. ما شاء الله تبارك الله. طيب ننتقل الآن شيخ مصطفى إلى التقييم. هل نستمع إلى أعضاء اللجنة؟ الشيخ عادل ماذا ترى؟ أكيد ما شاء الله تبارك الله. نعم. ترى أنه يرشح؟ نعم وبقوة. ما شاء الله تبارك الله. طيب الشيخ عادل؟ أرى أنه يرشح. نعم. ما شاء الله تبارك الله. طبعاً أنا عن اليمين واليسار لازم يرشحون. أنا أصلاً من قبلهم نويت ما شاء الله تبارك الله أن تكون القراءة من أول آية ما شاء الله، كان الأداء رائع جداً يعني. نسأل الله أن يزيدك توفيقاً، وبالتوفيق إن شاء الله في التصفيات القادمة إن شاء الله. تفضل. بارك الله. سبق مصطفى محمد عبد الله انتهى من اللجنة. مصطفى بشرني. الله يبشرك بالخير. الحمد لله عديت. يلا اللجنة عطوك موافقة؟ إيه الحمد لله. كم نعم؟ ثلاثة. ثلاثة كلهم قالوا نعم؟ يا سلام. تأهلت الحين للفرز النهائي، ترى التصفيات الجاية صعبة، وش توعدنا؟ ما وعدكم، لكن إن شاء الله أني أبذل جهد وأكون فاعل الرتب إن شاء الله. بإذن الله. ترى الوضع هناك مو سهل. الله المستعان. شد حيل إن شاء الله. موفق موفق يا حبيبي.